إذن أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متتبعي قناة شوف تي في. نتواجد وإياكم دائما هنا بمدينة الناظور في هذه الحصيلة المسائية التي ارتفعت إلى 2024 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 136 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 2024 حالة. هذا العدد إخواني أخواتي هو عدد كبير مقارنة مع العدد اللي كان منذ دخول يعني فيروس كورونا للمملكة المغربية، ونتمنى أنه هذا العدد ما يرتفعش أكثر فأكثر مع الأيام القليلة المقبلة. إذن إخواني أخواتي كما كتشوفوا احنا حاليا في مدينة الناظور، ولله الحمد المدينة خاوية وجميع الشوارع ديالها الرئيسية والأزقة خاوية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع. إذن وأضافت الوزارة أيضا أن العدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي بلغ عدد 8356 8256 حالة، ولله الحمد تبين أنها غير حاملة لفيروس كورونا كوفيد 19 المسجل. إذن وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء حتى الآن، أي يعني منذ بداية هذا الفيروس هذا بالمملكة المغربية، إلى 229 حالة. 229 حالة ولله الحمد يعني شفيت من هذا الفيروس وغادرت المستشفى في اتجاه المنازل ديالها، ولله الحمد إخواني أخواتي. أما بالنسبة للوفيات فعدد الوفيات يعني 127 وفاة، يعني كما لاحظتوا إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تي في أنه العدد ديال الوفيات يعني بطيء في الارتفاع ديالو، ولله الحمد هذا الشيء يبشر بالخير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ما يكونوش هناك وفيات في المستقبل ان شاء الله. اذن اخواني متتبعي قناة شوف تي في 136 اصابة جديدة بالمملكة المغربية ليرتفع العدد الى 2024 حالة. 2024 حالة هذا هو العدد حاليا اللي وصلت له المملكة المغربية، ولله الحمد شوارع المدينة خاوية، مدينة الناظور طبيعة الحال، وهذا لا يعني ان الازقة والدروب ديال الاحياء الشعبية فارغة مثل الشوارع الرئيسية، لا، كاين تحركات، كاين الناس ما محتارينش القانون، كاين الناس اللي خارجين فورا يعني تشوفوا الشرطة والسلطة تهربوا ترجعوا للديور ديالهم، وهذا إخواني أخواتي ماشي سلوك اللي نقدروا أننا نزيدوا به القدام بالمملكة المغربية ديالنا. إذن أرجوكم إخواني أخواتي المغاربة والمغربيات أنكم تلتزموا بالمنازل ديالكم وتلتزموا بالبقاء واحترام الحالة ديال الطوارئ الصحية، وان شاء الله هاد الشيء غيدوز مع المدة بإذن الله غادي يدوز. اذا كما قلت لكم اننا كنذكركم دائما 136 حالة، 136 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، يعني المجموع 2024 حالة مصابة بفيروس كورونا متواجدة بالمملكة المغربية. إذا كما كتشوفوا إخوان ديال الشرطة والإخوان ديال السلطة، أي واحد واقف في الشارع إلا وتسولوه فين غادي، واش عندك ورقة إلى غير ذلك، وتتم معاه الإجراءات اللازمة ديالو. إذن هانتوما كما كتشوفوا إحنا متواجدين حدا المحطة الطرقية، المحطة الطاكسيات، الكل هنا يعني ملتزم بالطوارئ الصحية
ولله الحمد. إذا الإخوان نذكركم بعدد اللي تشافوا ولله الحمد 229، يعني العدد اللي تشافوا كثر من اللي توفوا ولله الحمد. هذا الشيء اللي كنا باغيين الإخوان، هذا الشيء اللي كنا باغيين وهذا الشيء اللي رحنا واصلين له الحمد لله، أنه العدد الحالات اللي تتشافوا هو أكثر بكثير من الناس اللي كيتوفوا. إنا لله وإنا إلى راجعون. الناس اللي توفات إخواني أخواتي العدد 127، واحد اللي توفى. إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد قليل إن شاء الله غادي نعطيو لكم الحصيلة ديال كل مدينة في المملكة المغربية، ونعطيو لكم كذلك الإحصائيات والتوزيع الجغرافي ديال هاد الحالات. إذا شكرا لكم إخواني أخواتي متتبعي قناة شوف تيفي، دائما أنتم على المباشر في هذه الإحصائية والأخبار العاجلة اللي كتوصلوا بها من طرف وزارة الصحة. إذا على الجميع البقاء في المنازل ديالو، والحمد لله المغرب سيتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر. اللي توفوا الله يرحمهم، واللي مرض الله يشافيهم، واللي باقي في الصحة ديالهم الله يزيدهم الصحة. فقط يبقوا في المنازل ديالكم إخواني أخواتي. إذا هذه هي الحصيلة ديال اليوم 2024، هي الحصيلة الإجمالية ديال المصابين بإضافة 136 في هذا اليوم هذا. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على حسن هذا التتبع لهذا البث المباشر اللي نقلنا لكم دائما من مدينة الناظور. شكرا وإلى اللقاء.